ده جدول الترتيب الحالي، فبالتالي جزر القمر في المركز الاول عندها 8 نقاط من 4 كسبت الماتش الاخير. مصر عندها 5 نقط، نكسب هنبقى احنا بقينا 8 ان شاء الله، لانه انت اللي بيعدي 8 لو 10 بيضمن التاهل. فاحنا بنتكلم على انه توجو، فيلومي، كينيا، نيروبي، جزر القمر في القاهره. باذن الله تعالى التسع نقاط دول لو خدنا منهم 6 رحنا كاس الامم علشان نبدا نسعى لاستعاده مكانه مصر في البطوله. الملاحظات كانت كتيره جدا على المباراه، اعتقد حضراتكم تابعتوا كتير، لكنه فيلومي السفير المصري حسام حسين استقبل البعثه بحفاوه وترحاب. الجانب التوجولي وضع كل الامكانيات لصفوف لمنتخب مصر. كابتن حسام البدري ذاكر كل سلبيات المباراه، شاف كل الاخطاء اللي حصلت، مؤكد ان هو هيشتغل كتير على تعديل بعض الاخطاء اللي حصلت. استون فيلا الانجليزي بعت طياره خاصه، شوفوا تقدير النجوم بقى، طياره خاصه لتوجو عشان تاخد محمود تريزيجيه من لومي مباشره الى لندن عشان يلحق مبارياته مع استون فيلا. ف تريزيجيه هيتحول مباشره على طياره خاصه من توجو الى لندن. بقيه نجوم الاهلي المحترفين هيوصلوا باذن الله تعالى الاربعاء والخميس علشان ينتظموا مع النادي الاهلي في المرحله اللي جايه. علي معلول النجم التونسي الكبير بيقود منتخب تونس في دار السلام امام تنزانيا، يكسب منتخب تونس بكره يتاهل مباشره ويبقى ضمن الصعود لنهايات البطوله في الكاميرون ان شاء الله. كمان في مالي ربما يحتفل اليو ديانج نجم الاهلي مسافر مع منتخب بلاده مالي الى ناميبيا. برضو لو كسب باذن الله عنده 7 نقاط، لو خد 3 نقاط هيكون يجي اليو ديانج وعلي معلول الاثنين باذن الله تعالى يجوا للاهلي يوم الخميس وهم محتفلين بتاهل منتخبي بلادهم. جيرالدو في دولته بقى في انجولا بيستضيف الكونغو، وانجولا محتاجه للفوز لاحياء التاهل لان عندها نقطه واحده في التصفيات. الثلاثي هيرجع على الاربعاء والخميس، يكون موجود في النادي ان شاء الله في التدريبات الخميس. بمناسبه جيرالدو سالت الكابتن امير توفيق مدير التعاقدات في النادي الاهلي، قال لي جيرالدو سموحه مقدم له عرض لضمه، واليوباجي المهاجم الكبير القوي عنده عرض ايضا من الاتحاد السكندري، بس حتى الان ما تمتش حاجه متقدمه سواء لانتقال اليوباجي الى الاتحاد او جيرالدو الى سموحه. دي الحاله بالكامل بخصوص منتخب مصر.